السلام عليكم. أنا سميتي محمد، خدام كامل البالية من 91 ديال سيدة بيبتاميو، خدام مع مدرسة عيرة الرايدة، ونعس عيطو لابرانس دولة 2 ديال عبد السلام، شافني دارية راديو، دارية شوية لبس، نعسني 5 سنين نعس، دير سينو ترافاي، دارت لاسونس أصلح، نخدم مع كاميو، الدرجة الأولى حطيت ليا اليمنى، صبرت لي من يسر وخليت ليسر. حتى يجري يدس لي الله يتاميو طحت تسلح في الأرض مغلط وصحابة حزر وما شيري عان والله ونغوون نغوون 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 جري يبدت كلمت الدم العاقة تموسى قسي الدم تمسى ونعيش حاجة من الابيرانس جاء واحد بوليسي صحاب هوال السير قيد توسط داري الاسانس يجون دين تنين عد بومبية عد تنين دي عبد السلام نعسوني سافوني طبيب دار لي شويه سيروم غسلها ونقاها ودار لي راديو دار لي لبس مخيت خدام معاهم مريحه باش 5 سنين مريحه نتخلص ما تجيني من تنينين تجيب لي اختي خدمه بلديه هادي عوق بوشين والدم تمساس هادي عوق حاله من طوط بلتا بقيت بارد الدم يبرد تنتحرر عليك الدم يتمسى شويه ويطول خليت فاسمه بزاف ما نحيلات بدلها يخلي يولي الدم تم بيتهم يولي فيها الدود الدود يخرج يجري باقي جديد سي كبر الدود الخط الاولى سي ماما ما سي صهاي تلصو عاوتاني خزي تاني الدود الخط الثالث تاني خليت علي انا خز مني الدود تاني ودتي على فاسمه بيطارين عطيت بيطارين هي فاسمه بكل شيء لها والدود خز ميت مع بيطارين هن ما بقاش حي قتلوا بيطارين وتعدوا خدنا خدمة تاميون تامي للدولة وانا خدم مع الدولة ما عنديش ندعيهم لا اصح درت لاس انسيون ترافاي خد محامي 25% جات مع 98 قضي 120 مع 130 خدت وزاد خدمت خدم مع البلدية تاميو تماري ونبقى خدمة بالتوصى والصطابة بوحدي سيتو ديالي كافان ديما حاط عليا نخدمهم كثير ورزعهم نخدم بلاص واحد خو ونخدم بلاصي والصباح ما حدا نكمل ونجي مع الجوج جي طلعوا دار بعيده بيتات ولا نجري نمشي ونجي نمشي ونجي ضي زراني غادي انا عاز بها فلا خدري مع الماء هاد الحاجه نجوى في ديور المزاق خدمت معها جماعة على حسابي انا بقى ديما خدام عندي وعلى حساب ما ندير سايدها تبعني كافان باقي محسوب عليه تجي معطلتها ما خدامتها مريتها هذي ويسعي من الخدمه جاب من ساريتها فهمتي بقى نخدم بالبلدية ما حدث بالبلدية شي واحد السيد بالباجي اسم محمد جمعية دار السبيطار الكبير دار ليا تسميتو راديو وبحال نعسني على حسابهم جمعية خلص ليا الدواء شرا ليا خلص ليا بيسوزاج باقية شي ثمن انا الدواء وما نتخلص عاوتاني داوني ثاني السبيطار الكبير ثاني نعسوني شي ناس بسبيل الله نعسوني شي 9 أيام ثاني عمرو لي بيسوزاج على حساب لا ميتيال عمرية جاتني بيسوزاج خلصت سوتري المخزن ما خلص لها بيسوزاج لا والو على حساب لا ميتيال مع صحافة مليون درهم وخرجت خرجت ثاني بقيت بارد مريح ونتخلص بعد مشيت مصافي درت ما تمريح تم خدام والو تمريض ريح ما جيبني شواهد طبية من سهر شي قبل رمضان بسهرين وانا مريح من بعد شواهد لا والو ومريح نتخلص خاف يجروا عليا يوقفوني يعاقبوني انا من بعد شواهد لا والو جي من وقتي من الضابيلة جماعة يوقفوني بسرية مالتي ديال البارية بسرية كلشي وانا خدام مع الوالدة وهي توفات الوالد ميت شي 28 عام 34 عام ونطالب بوزارة المالية ولا وزارة الصحة بغا يداووا لي يجري درت شي عملية وتين عملية تالطوها ينقيوها وفي زواج الصحة جيت تعاون معايا مات لي والدة ما عندي صحة 54 عام في عمري وعندي شكاية وعندي خزان عندي خبوشين والحالة ما تشوفهاش برا أنا بوحدي في الدار أنا واحد دايما ختي أنا مكانش اللي معاوني ولا واقف عليا خدمتي اللي معاوناني أنا خلصت الضوء الماء حبوس ضريبة انا واحد ديالي بنت ختي نتعاون انا وياها خالد الدور الخارجيه من جري وميتهم هذا عقبوسين
واحد الحاله ما تشوفها اللي انت متوجع ندير له ندير له انا حاسب الدو نقاص ندير بيدالين يا خويا يجري ونحيي الفاطمه ثاني مده ما حيتهاش اقدام يا خويا يجري يقصني هادي عقبوشين وعيني غير ضربوا لي السكريه ما يبقاش يشوف بزاف هذا طوط بلت الدم ايبر ما ولي ضروني نم مع الناس ما بحاجه نتسلل من ظهري نتسلل من ظهري جاي من نسم نقبيهم والله خليتهم من سنة هدوية عملية قطعوا عليا ما قدرت نقطعها انتهى شيء اصطناعي والتعالج عند عقبوشين يبغوا يصلحوني ينعسوني الدرس سميتو يبنزوني تلطوها نقيوها وشوية عقبين تلباجة ديال العوق فهمتي بدها بيضاء ولا فضبات وشي بلاصة مهم ني نتعالج نعالجوها.